هاري بوتر وحجر الفيلسوف. أستاذ الوصفات. انظر، ها هو هناك. أين؟ إلى جانب الولد ذو الشعر الأحمر. أهو الذي يرتدي النظارات؟ أرأيت وجهه؟ أرأيت ندبته؟ كانت الهمسات تتبع هاري منذ لحظة مغادرته لمهجع غريفندور في صباح اليوم الثاني له في هوغرتس. كان الطلبة يصطفون أمام الفصول ويقفون على أطراف أصابعهم لينظروا إليه، أو يمشون في الممرات ذهاباً وإياباً ليمروا بجانبه أكثر من مرة ويمعنون النظر إليه. تمنى هاري لو أنهم لا يفعلون ذلك، فقد كان يحاول التركيز ليجد الطريق إلى صفه. لقد كان هناك 142 سلماً في هوغرتس، بعضها واسع نظيف والبعض الآخر ضيق متهالك. بعضها كان يقود لأماكن مختلفة في يوم الجمعة، ومنها ما يحتوي على سلمة ناقصة في المنتصف، وعليك أن تتذكر مكانها دائماً لتستطيع القفز فوقها. أما الأبواب فبعضها لا يفتح إلا إذا طلبت منه ذلك بأدب، والبعض يجب عليك أن تدغدغه في مكان محدد ليسمح لك بالدخول، والبعض الآخر لم تكن أبواباً من الأساس ولكنها حوائط تتظاهر بأنها أبواب. لقد كان من الصعب أيضاً أن تتذكر مكان أي شيء، فكل الأشياء تتحرك وتغير أماكنها باستمرار. كان الأشخاص في اللوحات يذهبون لزيارة بعضهم البعض، كما أن هاري كان على يقين من أن الدروع الحديدية يمكنها الحركة كذلك. كانت الأشباح تزيد الأمر سوءاً، فمهما تكرر الأمر كان مرور شبح عبر باب مغلق تحاول فتحه دائماً ما يصيبك بصدمة مرعبة. كان نكشب مقطوع الرأس دائماً ما يوجه طلاب غريفندور الجدد إلى الطريق الصحيح بكل سعادة، ولكن بيفز الروح الشريرة كان أسوأ من الأبواب المغلقة والسلالم المضللة. إذا ما صادفك وأنت تحاول الوصول إلى صفك في الدقائق الأخيرة، حينها سوف يلقي عليك سلة المهملات، أو يسحب البساط من تحت قدميك، أو يقذفك بقطع الطباشير، أو يتسلل من خلفك وهو مختفي عن الأنظار، ثم يمسك بأنفك ويصيح: لقد أمسكت رأسك. أما الأسوأ من بيفز، هذا إن كان من الممكن وجود ما هو أسوأ من بيفز، فقد كان المشرف أرجوس فيلتش. لقد تمكن هاري ورون من إثارة غضبه واكتساب عداوته منذ أول يوم لهم في المدرسة، حيث وجدهم فليتش وهما يحاولان الدخول عنوة عبر أحد الأبواب الذي اتضح لسوء الحظ أنه الباب المؤدي إلى الممر الممنوع في الدور الثالث، وكان مقتنعا تمام الاقتناع بأنهما يقصدان اقتحامه، ولم يصدق أبدا بأنهما ضلا طريقهما وهددهما بالحبس في السرداب. ولكن الأستاذ كويرل الذي مر بهم صدفة أنقذهم منه. كان للسيد فيلتش قطة تدعى السيدة نورس. كانت قطة هزيلة، لونها كلون التراب، ولها عينين منتفختين تشبهان المصابيح تماما كعيني السيد فيلتش. اعتادت السيدة نورس أن تجوب الممرات وحيدة. حاول أن تخالف قانونا أمامها، ضع إصبعا واحدا خارج حدودك وسوف تتسلل في لمح البصر بحثا عن فيلتش الذي سيظهر أمامك مزمجرا في غضون ثانيتين، فهو يعرف ممرات المدرسة السرية أفضل من أي شخص آخر، ربما باستثناء التوأم ويزلي، ولذلك فبإمكانه أن يظهر فجأة من العدم وكأنه أحد الأشباح. كان التلاميذ كلهم يكرهون السيدة نورس، وكان الكثيرون منهم يتمنون لو يستطيعون ركل السيدة نورس بشدة. وأخيراً وبعد أن تتمكن من الوصول إلى الصف، يصبح الصف نفسه هو مشكلتك الجديدة. فقد اكتشف هاري أن السحر ليس مجرد التلويح بالعصا والتمتمة ببعض الكلمات المضحكة. لقد كان عليهم أن يدرسوا السماء ليلاً باستخدام التلسكوبات كل أربعاء عند منتصف الليل، وتعلم أسماء النجوم وحركة الكواكب. وكان عليهم الذهاب إلى البيوت الزجاجية خلف القلعة
ثلاث مرات في الأسبوع لدراسة علم النباتات مع ساحرة قصيرة ممتلئة تدعى أستاذة سبراوت، حيث كانوا يتعلمون كيفية الاعتناء بكل النباتات وأنواع الفطر الغريبة ومعرفة استخداماتهم. أما مادة تاريخ السحر فكانت أكثر الحصص مللاً بلا منازع، كما أنها المادة الوحيدة التي يدرسها شبح. كان الأستاذ بينز عجوزاً جداً عندما غط في نوم عميق أمام المدفأة في غرفة الأساتذة، ثم استيقظ في صباح اليوم التالي وواصل التدريس كالعادة، تاركاً جسده هناك في الغرفة. كان يتحدث بلا انقطاع بنغمة رتيبة مملة، بينما هم يدونون خلفه الأسماء والتواريخ، ويخلطون بين إيمتك الشرير ويوريك الغريب. أما الأستاذ فليتويك، مدرس مادة التعاويذ، فكان ساحراً قصيراً ضئيل الحجم، لدرجة أنه يضطر إلى الوقوف على كومة من الكتب حتى يستطيع رؤية الطلاب من وراء مكتبه. في أول حصة من حصص التعاويذ، أمسك الأستاذ فليتويك قائمة الأسماء، وبدأ بالنداء على أسماء الطلاب، وعندما وصل لاسم هاري بوتر، أطلق صيحة فرح، جعلته يسقط من فوق كومة الكتب مختفياً عن الأنظار. وللمرة الثانية، أثبتت الأستاذة ماكونيجل أنها شخصية متفردة. لقد كان هاري على حق عندما اعتقد أنها أستاذة لا يمكن العبث معها، فهي حازمة وذكية. منذ اللحظة الأولى لدخولهم صفها، أعطتهم تعليماتها. إن مادة التحويل هي من أكثر أنواع السحر المعقدة والخطرة التي سوف تتعلمونها في هوغريتس. أي شخص يعبث في صفي سوف يخرج منه ولن يعود إليه أبداً. لقد حذرتكم. حولت الأستاذة ماكونيجل مكتبها إلى خنزير، ثم أعادته لهيئته الأصلية مرة أخرى. أثار ذلك إعجاب الجميع ودهشتهم، وجعلهم متشوقين للبدء في تعلم التحويل. ولكنهم أدركوا بعد قليل أنهم لن يستطيعوا تحويل الأثاث إلى حيوانات إلا بعد وقت طويل جداً. بعد تدوين الكثير من الملاحظات المعقدة، أعطتهم الأستاذة ماكونيجل عود ثقاب، وطلبت منهم تجربة تحويله إلى إبرة. وبنهاية الحصة، كانت هيرمايوني جرينجر هي الوحيدة التي استطاعت تغيير شكل عود الثقاب قليلاً، فقد عرضته عليهم الأستاذة ماكونيجل وأرتهم كيف أصبح طرفه حاداً وتحول لونه إلى اللون الفضي، وابتسمت لهيرمايوني، وهو شيء نادراً ما يحدث. أما المادة التي كان الجميع يتطلعون لحضورها فقد كانت مادة الدفاع ضد فنون السحر الأسود، ولكن اتضح في النهاية أن حصص الأستاذ كويرل كانت مضيعة للوقت. كانت رائحة الثوم تفوح من الصف، واعتقد الطلاب أنه يملأ الصف بالثوم ليبعد مصاص دماء قابله في رحلته إلى رومانيا، ويخشى أنه قد يتبعه إلى هوغريتس لينال منه. أما عمامته فقد أخبرهم أنها هدية من أمير إفريقي أعطاها له ليشكره على التخلص من زومبي كان يسبب له المشاكل، ولكنهم لم يصدقوا هذه القصة. فعندما طلب منه شيمس فينيغن أن يحكي لهم كيف تخلص من هذا الزومبي، استبغ وجه كويرل بلون وردي وبدأ بالحديث عن الطقس، كما أنهم لاحظوا وجود رائحة غريبة تصدر من العمامة، وأصر التوأم ويزلي على أنها محشوة بالثوب حتى يكون الأستاذ كويرل في أمان من مصاص الدماء أينما ذهب. شعر هاري بالارتياح الشديد عندما أدرك أنه ليس متأخراً عن زملائه كما كان يظن، فكثير منهم جاء من عائلات عامية، ومثله تماماً لم يكن لديهم أي فكرة عن كونهم سحرة حتى وقت قريب. كان أمامهم الكثير ليتعلموه، وحتى الطلاب من عائلات سحرية مثل رون لم تكن معلوماتهم عن السحر تشكل فارقاً كبيراً. كان يوم الجمعة يوماً مهماً جداً بالنسبة لهاري ورون، فلقد تمكنا من الوصول إلى القاعة الكبرى لتناول الإفطار بدون أن يضل طريقهما للمرة الأولى. سأل هاري رون وهو يضع بعض السكر في طبق العصيدة، ماذا لدينا اليوم؟ أجاب رون، لدينا حصتي وصفات مع سليذرين. سنيب هو رئيس منزل سليذرين،
يقولون أنه دائما ما يفضلهم على باقي التلاميذ. سنرى إن كان ذلك حقيقيا. قال هاري: كنت أتمنى أن تفضلنا الأستاذة ماكونيجل على باقي التلاميذ. الأستاذة ماكونيجل هي رئيسة منزل غريفندور، ولكن ذلك لم يمنعها من إعطائهم كمية هائلة من الواجبات في اليوم السابق. في هذه اللحظة وصل البريد. كان هاري قد اعتاد على ذلك بالفعل بعد الصدمة التي شعر بها في صباح اليوم الأول عندما وجد حوالي 100 بومة تدخل إلى القاعة الكبرى في سرب كبير، وكل منها تدور حول الموائد حتى تجد صاحبها ثم تلقي عليه خطابا أو طردا. لم تحضر هيدويج لهاري أي شيء حتى الآن. أحيانا ما تأتي إليه وتنقر أذنه ليعطيها قطعة من الخبز قبل أن تذهب إلى النوم في بيت البوم مع بوم المدرسة. أما في هذا الصباح فقد حطت بين طبق المربى ووعاء السكر، ثم ألقت رسالة صغيرة في طبق هاري، فتحها هاري على الفور، فوجد فيها كلمات مكتوبة بخط سيء للغاية كالخربشة: عزيزي هاري، أعرف أن لديك وقت فراغ عصر الجمعة، فهل تحب أن تأتي لتناول كوب من الشاي معي في الثالثة عصراً؟ أريدك أن تخبرني عن أول أسبوع لك في المدرسة. ابعث لنا ردك مع هيدويج. هاجريد. استعار هاري ريشة رون وكتب على ظهر الرسالة: نعم من فضلك، وبعثها مع هيدويج ثانية. لقد كان من حسن حظ هاري أن لديه موعدا لشرب الشاي مع هاجريد ليتطلع إليه، فقد كانت حصة الوصفات أسوأ شيء حدث لهاري حتى الآن. في احتفال بداية الفصل الدراسي شعر هاري أن الأستاذ سنيب لا يحبه، ولكن مع نهاية حصة الوصفات اكتشف أنه كان مخطئا، فسنيب لم يكن لا يحب هاري، سنيب كان يكره هاري. يقع صف الوصفات في أحد أقبية هوغرتس حيث الجو أبرد من أدوار القلعة العلوية. كان الصف مخيفاً بما يكفي حتى بدون كل تلك الحيوانات المحفوظة التي تطفو في الجرار الزجاجية المرصوصة على طول الحائط. وكما فعل فليتويك بدأ سنيب الحصة بأخذ الغياب، وكما فعل فليتويك أيضاً توقف سنيب عند اسم هاري وقال بهدوء: نعم هاري بوتر نجمنا الجديد. ضحك دريكو مالفوي وصديقيه كراب وجويل ضحكة ساخرة مكتومة وهم يغطون أفواههم بأيديهم. أنهى سنيب قراءة الأسماء ثم اتجه بناظريه إلى الطلاب. كانت عيناه سوداوين كهاجريد، ولكنهما كانتا تفتقران إلى دفء عيني هاجريد. كانتا باردتين وخاويتين وتجعلانك تفكر بالأنفاق المظلمة. ثم بدأ حديثه قائلا: أنتم هنا لتتعلموا صنع الوصفات، إنها علم متقن وفن دقيق. كان يتحدث بصوت أعلى قليلا من الهمس، ولكنهم استطاعوا سماع كل كلمة نطق بها. فقد كان سنيب تماما كالأستاذة ماكونيجل يمتلك موهبة التحكم في الصف وإبقائه صامتا بدون بذل أي مجهود. لن يكون هناك الكثير من التلويح الغبي بالعصا، لذلك سيكون من الصعب على العديد منكم أن يصدق أن ما نفعله هنا له علاقة بالسحر. لا أتوقع منكم أن تفهموا روعة الوصفات وهي تغلي في المرجل بهدوء بينما الأبخرة المتلألئة تحوم حولها، ولا قوتها الناعمة وهي تسري في العروق فتسحر العقل وتأسر الحواس. يمكنني أن أعلمكم كيف تعبئون الشهرة وتخمرون المجد. يمكنني حتى أن أعلمكم كيف توقفون الموت، ذلك إن لم تكونوا مجموعة من الحمقى والأغبياء ككل من اعتدت تدريسهم من قبل. ساد صمت مطبق بعد هذه المحاضرة،
تبادل هاري ورون نظرات مليئة بالدهشة والقلق. أما هيرمايوني جرينجر فكانت تجلس على حافة مقعدها وهي تتحرق لإثبات أنها ليست غبية ولا حمقاء. قال سنيب فجأة: بوتر، ما الذي سأحصل عليه إذا أضفت مسحوق جذور الباروق الزنبقي إلى منقوع الشيح؟ مسحوق ماذا إلى منقوع ماذا؟ اختلس هاري النظر إلى رون فوجده مذهولا مثله تماما، لكن يد هيرمايوني ارتفعت عاليا تطلب أن تجيب عن السؤال الغريب. قال هاري: لا أعرف يا سيدي. لوى سنيب شفتيه في سخرية ثم قال: يا للخسارة، يبدو أن الشهرة ليست كل شيء. تجاهل يد هيرمايوني المرفوعة قائلا: فلنجرب مرة أخرى يا بوتر. إذا طلبت منك أن تحضر لي بيزور، أين ستبحث عنه؟ رفعت هيرمايوني يدها لأعلى ما تستطيع أن تصل إليه بدون الوقوف من مقعدها، ولكن هاري لم يملك أدنى فكرة ما هو هذا البيزور. حاول ألا ينظر ناحية مالفوي وكراب وجويل الذين كانوا يهتزون من شدة الضحك، ثم قال: لا أعرف يا سيدي. إذن فأنت لم تتصفح كتابا قبل أن تأتي إلى هنا يا بوتر، أليس كذلك؟ أجبر هاري نفسه على مواصلة النظر إلى تلك العينين الباردتين. لقد تصفح كتبه بالفعل عندما كان في بيت عائلة دارسلي، ولكن هل ينتظر سنيب منه أن يتذكر كل ما كتب في كتاب ألف عشب وفطر سحري؟ وصل سنيب تجاهل يد هيرمايوني المرفوعة. ما هو الفرق يا بوتر بين قلنسوة الراهب وخانق الذئب؟ وهنا وقفت هيرمايوني وارتفعت يدها أكثر حتى كادت تلمس سقف القبو. قال هاري بهدوء: لا أعرف، ولكني أعتقد أن هيرمايوني تعرف، إذن لماذا لا تسألها؟ ضحك عدد قليل من الطلاب، وعندما التقت عيني شيموس وهاري غمز له شيموس، ولكن سنيب لم يكن سعيدا بما قاله هاري، فقال لهيرمايوني بحدة: اجلسي. لمعلوماتك يا بوتر، إن مزج الباروق والشيح سيعطيك وصفة منومة قوية جدا، لدرجة أنها معروفة باسم الموت الحي. أما البيزور فهو حصاة مأخوذة من معدة الماعز، ويمكنها إنقاذك من معظم السموم. وبالنسبة لقلنسوة الراهب وخانق الذئب فهما نفس النبات، والذي يسمى أيضا بالأقنتين أو تاج الملوك. حسنا، لما لا تدونون ذلك جميعا؟ تناول الطلاب ريشاتهم وأوراقهم، ومن بين الجلبة قال سنيب: سيتم خصم نقطة من غريفندور بسبب وقاحتك يا بوتر. ومع استمرار درس الوصفات لم تتحسن الأمور بالنسبة لطلاب غريفندور. قسم سنيب الطلاب لمجموعات من شخصين لمزج وصفة بسيطة لعلاج البثور. كان سنيب يدور بينهم في عباءته الطويلة السوداء، يراقبهم وهم يزينون القراص المجفف ويطحنون أنياب الثعبان، وينتقدهم جميعا ما عدا مالفوي الذي كان يبدو عليه أنه المفضل لديه. كان سنيب يطلب من الطلاب أن ينظروا إلى الطريقة المتقنة التي طهى بها مالفوي حلزونه ذو القرون عندما سمعوا صوت أزيز وفوران، وامتلأ القبو بسحاب من دخان أخضر حمضي. استطاع نيفل بطريقة ما أن يذيب مرجل شيمس، وسالت وصفتهم الحارقة على الأرض الحجرية للقبو، محدثة ثقوبا في أحذية الطلاب. وفي ثواني كان كل من في الصف يقف على مقعده تفاديا للحروق، أما نيفل
الذي تناثرت عليه الوصفة من ذوبان المرجل حتى غطت، فقد كان يئن في ألم من البثور الحمراء التي انتشرت على ذراعيه وقدميه. زمجر سنيب قائلا: يا لك من ولد غبي، هل أضفت أشواك القنفذ إلى المرجل قبل أن ترفعه من على الموقد؟ ثم لوح بعصاه، فاختفت الوصفة المنسكبة من على الأرض بحركة واحدة. تأوه نيفل بألم، فقد بدأت البثور بالانتشار على أنفه أيضا. قال سنيب لشيموس بحدة: فلتأخذه إلى جناح المستشفى. ثم التفت إلى هاري ورون اللذان كانا يعملان بالقرب من نيفل وقال: وأنت يا بوتر، لماذا لم تمنعه من إضافة الشوك؟ هل اعتقدت أن فشله سيحسن صورتك؟ ها هي نقطة أخرى ستخصم من غريفندور. كان هذا ظلم بين، ولكن عندما فتح هاري فمه ليدافع عن نفسه ركله رون من خلف المرجل وتمتم: لا تجادل، لقد سمعت أن سنيب يمكنه أن يكون بغيضا للغاية. وبعد ساعة، وبينما كانوا يصعدون سلالم القبر، كانت معنويات هاري منخفضة وعقله يموج بالأفكار المتضاربة. لقد تسبب في خسارة غريفندور لنقطتين في أسبوعه الأول. لماذا يكره سنيب لهذه الدرجة؟ قال رون: لا تحزن، سنيب دائما ما يخصم نقاط من فريد وجورج. هل يمكنني أن آتي معك لزيارة هاجريد؟ وفي الثالثة إلا 5 دقائق غادر القلعة وقطع الملاعب في طريقهما إلى كوخ هاجريد الخشبي الذي يقع على أطراف الغابة المحرمة. وأمام الباب كان هناك قوس وزوج من الأحذية المطاطية. وعندما دق هاري الباب سمع صوت خربشات عنيفة ونباح محموم، ثم سمع صوت هاجريد يقول: ارجع للخلف يا فانج، هيا للخلف. فتح هاجريد الباب قليلا فظهر وجهه الضخم من وراء الباب. قال هاجريد: انتظر ثانية، ارجع للخلف يا فانج. ثم سمح لهما بالدخول وهو يحاول السيطرة على كلب صيد ضخم أسود اللون. كان الكوخ مكونا من حجرة واحدة يتدلى من سقفها اللحم المجفف والمدخن والطيور المحفوظة، وعلى النار غلاية نحاسية، وفي الركن سرير ضخم عليه غطاء متعدد الألوان. قال هاجريد: تفضل، تصرف وكأنكما في منزليكما. ترك هاجريد فانج الذي اتجه مباشرة إلى رون وبدأ في لعق أذني. كان فانج كهاجريد تماما، ليس عنيفا وشرسا كما يبدو للوهلة الأولى. قال هاري لهاجريد الذي كان يصب الماء الساخن في إبريق شاي ضخم ويضع بعضا من الكعك الصخري في طبق: هذا رون. فأجاب هاجريد وهو ينظر للنمش على وجه رون: ويزلي آخر، لقد قضيت نصف عمري وأنا أطارد أخويك التوأم لإبعادهما عن الغابة. كان الكعك الصخري عبارة عن كتل بلا ملامح بها بعض الزبيب الذي كان سيكسر أسنانهما أكثر من مر، ولكن هاري ورون تظاهرا باستمتاعهما بتناول الكعك وهما يحكيان لهاجريد عن أسبوعهما الأول في المدرسة. أراح فانج رأسه على ركبتي هاري وسال لعابه حتى ابتل روب هاري تماما. ابتهج هاري ورون لما سمع هاجريد يدعو فيلتش بالعجوز السخيف، ثم قال: أما هذه القطة السيدة نورس، فكم أتمنى أن أجعلها تقابل فانج. أتعلمان أنني كلما صعدت إلى المدرسة تبعتني في كل مكان؟ إن فيلتش هو من يطلب منها ذلك. أخبر هاري هاجريد عما حدث في صف الأستاذ سنيب، وكما فعل روم من قبل قال له هاجريد ألا يقلق، فسنيب لا يحب أي من الطلاب، ولكن يبدو أنه يكرهني. ما هذه السخافات؟ لماذا سيكرهك سنيب؟
ولكن هاري لم يستطع منع نفسه من التفكير في أن هاجريد لم ينظر في عينيه وهو يقول تلك الكلمات. سأل هاجريد رون: كيف حال أخوك تشارلي؟ لقد أحببته كثيرا عندما كان طالبا في المدرسة، فقد كان ممتازا في التعامل مع الحيوانات. تساءل هاري إن كان هاجريد قد تعمد تغيير الموضوع. وبينما انهمك رون في إخبار هاجريد عن أخيه تشارلي وعمله مع التنانين، التقط هاري ورقة كانت موضوعة على الطاولة تحت إبريق الشاي. كانت الورقة عبارة عن خبر في جريدة المتنبئ اليومي: آخر أخبار اقتحام بنك غرينغوتس. لا تزال التحقيقات في حادث اقتحام بنك غرينغوتس الذي تم في 31 من شهر يوليو مستمرة، ويسود الاعتقاد بأن وراء هذا الاقتحام مجموعة من سحرة الظلام مجهول الهوية. وأصر أقزام غرينغوتس أنه لم يتم سرقة أي شيء من خزائن البنك، وأن الخزينة التي تم اقتحامها كان قد تم إخلاؤها في وقت سابق من نفس يوم الاقتحام. وأضاف المتحدث الرسمي عن أقزام غرينغوتس في تصريح له بعد ظهر اليوم: ولكننا لن نخبركم بما كان في الخزينة، فلتكفوا عن التدخل فيما لا يعنيكم للحفاظ على سلامتكم. تذكر هاري أن رون أخبره أثناء رحلتهم على متن قطار هوغرتس أن هناك من حاول السطو على غرينغوتس، ولكنه لم يذكر تاريخ حادثة الاقتحام. قال هاري: هاجريد، لقد حدث اقتحام غرينغوتس في يوم عيد ميلادي، بل إن هناك احتمال أنه حدث بينما نحن في البنك. لم يكن هناك شك هذه المرة. لقد تفادى هاجريد النظر إلى عيني هاري، اكتفى بإصدار صوت استنكار وقدم له قطعة من الكعك الصخري. قرأ هاري الخبر مرة أخرى: لقد تم إخلاء الخزينة المقتحمة في وقت سابق من نفس يوم الاقتحام. لقد أخلى هاجريد الخزينة رقم 713، إذا كان أخذ تلك اللفافة الصغيرة يمكن أن يسمى إخلاء. أيمكن أن تكون هذه اللفافة هي ما كان يحاول اللصوص سرقته؟ وفي طريق عودتهما إلى القلعة لتناول العشاء، كانت جيوبهما ممتلئة بالكعك الصخري، اللذان كانا أكثر أدباً من أن يرفضاه عندما أعطاه لهما هاجريد. استغرق هاري في التفكير. لقد أثار تناول الشاي مع هاجريد الكثير من الأسئلة والأفكار في رأسه، أكثر من كل الحصص والدروس التي أخذها طوال الأسبوع. هل أخذ هاجريد اللفافة من الخزينة في الوقت المناسب قبل أن يسرقها اللصوص؟ وأين هي الآن؟ هل يعرف هاجريد شيئاً عن سنيب ولا يريد البوح به لهاري؟